هلا هلا، منورين 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 ولد الملحة. شلونكم؟ شنو الاخبار؟ اسالك، اسالني، شنو رايك بمدربنا واحنا مطينا الثقه اليوم؟ شنو رايك؟ والله ان شاء الله كل الخير، وبعد ان شاء الله الفوز موجود ان شاء الله. شوفه متفائل ويا اليابا؟ طبعا. انت ان شاء الله، ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. لا صفر 2-1 صفركم 2-1 صفركم تتجامل. خليها مثلا 2-1 ها ان شاء الله. بعد ما متغدي انت زين. انت منو؟ يلا سيد، يعني احنا نقول نتمنى حتى لو تعادل. اي سيد، احنا العراق شنو تعادل؟ نحكي الواقع. احنا واقع؟ اي نحكي الواقع. واحد كل، واحد كل على واه. إيه على واه. عم اثنين كلهم ما يخالف قابلها يجيبوها. شو انت ما مقتنع؟ انا انا راح اقول لك نتيجه هاي ما تتوقعها بعقل ما يعقلها. ما صايره بالتاريخ. العراق راح يفوز 60-0. 60 بالله فتر. بس العراق قوي. العراق احنا اليوم ما الحين الثقه للمدرب كاساس، نعطيه الثقة ولاعبيننا كلهم ثقة. انت شو تقول ابو الابيض؟ والله كابتن انا اتوقع نطلع صدارة مجموعة اكيد. أي. نتعادل فرق اهداف، انا متأكد يعني من هذا الشيء. ان شاء الله صدارة مجموعة. لي دائما الرتم مال المباريات يصعد مباراة بعد مباراة. شلون شفت اداهم؟ والله اداهم انا اتوقع انه المدرب الاسباني خيسوس كاساس ما طرح كل الاوراق مالته، يعني ممكن لعبه من عنده مباغته المنتخب الياباني. اعتقد راح يدخل بتشكيله مغايره بلعبه اليابان، يحتاج الى الخبره والشباب، راح يلعب بالشباب الاكثر، لان يعني المنتخب الياباني يريد لاعبين شويه سريعين الاداء. احنا كجمهور عراقي، نعم، من يمنى احنا داعمين الى المدرب. أكيد. داعمين للمدرب، اكيد داعمين، واللاعبين ولهم الثقه، وان شاء الله هم ما يقصرون. لا ما يقصرون ان شاء الله. انا اتوقع راح تكون نتيجه ايجابيه للمنتخب العراقي مقابل المنتخب الياباني. يعني قصدك نطجهم طج؟ ان شاء الله نطجهم طج، يعني نكسر ظهورهم. ان شاء الله ان شاء الله. العراق قوي. لا قوي العراق ان شاء الله. قوي ان شاء الله. ما صير لهم شارة. أنا أشوفه ما صير لهم شارة. اليابان لا سولف عليها، ما صير لهم شارة، ما صير لهم كل شارة. لا ما صير لهم كل شارة. العراقيين متفائلين، وإن شاء الله اليابان نطحنهم طحين. عند نوسيا راحت، وإن شاء الله كل آراء العراقيين حلوة. نشوف هاي الطاولة. عمي أنتم شنو هم يسولفوني؟ شلونكم؟ شنو اخبار؟ سولف لي عن المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا متعنين من بغداد جايين للدوحه، احنا ابطال الخليج اولا، وثانيا جايين خصوصا على لعبه اليابان. والعراق ان شاء الله يبيض وجهه، واثنين صفر باذن الله واهل البيت، وان شاء الله بحضور هذا الجمهور العراقي ان شاء الله منور الدوحه، والدوحه مليانه عراقيين ووجوه طيبه مثل حضرتك. وان شاء الله احنا داعمين المدرب، وداعمين الكادر، وداعمين الاتحاد، داعمين الجميع. ما قصروا ويانا، بطايق وزعونا ببلاش، دخولنا سلس، الناس بقطر هنا مستقبلتنا احلى استقبال، والحمد لله والشكر. وان شاء الله الله يبارك بمنتخبنا وبجمهورنا، ونرجع فرحانين للعراق ان شاء الله. ابو الابيض، انت ابو الابيض شو تدخن؟ ليمون الاناء. ليمون؟ ليمون الاناء. من امريكا خطيب متعني. والله ليمون الاناء تبشر بخير. تبشر بخير. احنا بدنا نحرق. اذا تفاحتين لا لا ليمون الاناء. حبيبي كيف تتوقع؟ والله نتيجة أتوقع إن شاء الله تكون يعني مقاربة 2-0 2-1. حتى إذا تعادل إحنا قابلين، لأن أنت تحكي عن فريق مرشح للبطولة، بس إحنا على اللعب اللي شفناه باللعبة اليوم أمس كانت مع أندونيسيا، لعبة حلوة، باصات، مسيطرين على الكرة، فإن شاء الله نستبشر خير، وإن شاء الله الفوز، ونشد على يدهم. وتحياتي للمنتخب والكادر كله. الحبيب الحبيب طبعا جمهور العراقي متفائل ومتحمس لعبة اليابان. وجه علي عنار رسالة.
انت تريد اي مو انتقاد لا بس خليني اقول لك شغله كفو من يعني اليابان خطره لعبه اليابان خطره اخطاء مريد تركيز عالي انت لاعب خبره اهم شيء تركيز عالي احنا ما جاي ننتقد هسه حاليا مو وقت انتقاد انا جاي اشجعك داعم اهم شيء تركز لعبه اليابان خطره زين ركز انت لاعب خبره ما اريد اي اخطاء وان شاء الله موفقين ابطال خاله شكو شنو الخبر دحكي لي وفدوة رحت لك ليش ما قلتي لي نعم شو تقول خدري الشاي خدري خدري الشاي خدري عيون المنى خدرة داد المنى خدرة راح لي يشرب الشاي راح لي يشرب الشاي سكنديرة البصره